حياكم الله بالسلسلة اللي بدأنا فيها من الصفر لإنشاء فريق ونادي متكامل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وهو كأس الملوك. وبفضل رب العباد تم اختياري من بين جميع الأفرقة لتمثيل الشرق الأوسط والوطن العربي والمملكة العربية السعودية. ومقطع اليوم هي الحلقة السابعة من السلسلة، وهي واحدة من أكثر الحلقات الدسمة في السلسلة. وخلونا نبدأ. بسم الله. مقطع اليوم ما راح يكون المباراة فقط، راح تشوفون أشياء فيه لأول مرة أوريكم إياها، وتصوير لأشياء صارت ما طلعت في أي حساب أحد جدا مهمة. خلونا نبدأ بالضبط قبل المباراة بساعتين. زي ما أغلبكم يعرف كانت عندنا مباراة مصيرية إذا فزنا أهل الأدوار النهائية، فبدأ الفريق للتجهيز للروح للملعب والمعنويات عالية ومرتفعة، وهذه كانت قبل بداية المباراة بعشر دقائق. Hey guys، هذه مباراة we have to win because we are better. We don't want to win by lucky. We wanna win with confidence. You know why? Because they don't respect us. They saw us and they are start to laughing. We have to show them who we are. When you fight in the field, when you don't let him take your ball. Tonight we have to finish it and we have to qualify. Yeah, yeah, yeah. Yalla shabab, yalla shabab, yalla. One, two, three. وبعد الكلمة التحميسية من الكابتن ياسر القحطاني الله يعطيه العافية، الكل راح الموقع، اللاعبين نزلوا للملعب وأنا رحت لموقع البث المباشر، وهنا كانت البداية اللي بعدها صارت أشياء كثيرة راح نتكلم فيها مع بعض، وبعطيكم ملخص بسيط الآن عن مجريات المباراة وإيش صار، لأن اليوم بتشوفون نبرة جديدة وأسلوب جديد. يلا يا رجال، يلا يا رجال، يلا يا عيال، يلا هوبا هوبا هوبا، يا سلام هوبا، يا الله، يا ربي، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك. Let's go! Let's go! يا الله يا رجال، أنا أسمي الشوط الأول. No! لا 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 لا. أوه الوقت بدل الضايع يا البير من النرد الآن. النرد بيرمى الآن. Oh my god. Oh my god 1v1. الله يلعن بليسك هوبا. هوبا ما طلع، مدري ايش قاعد يسوي. شوت اوت عليه الآن. هوبا الله يصلحك. المفروض يطلع يا عيال، ما طلع. سيكرت كارد بنالتي. سيكرت كارد بنالتي يا عيال. دعواتكم عيال. يلا بجاية. يلا بجاية. ما خاب من توكل على الله، ما خاب من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله يا رب. ياس ياس يا عمري يا عمري يا عمري. يا عمري يا بجاية. جاكم الرجال القحطاني، جاكم بشروبية يا جماعه، بشروبية. لا 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 حلوه. انتهت عيال تعادل الان، شوت اوت. يلا يا رجال عليه 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 عليه. يلا الحمد لله. اه يا ابو، اه يا الله الله الحمد لله يا رب. فار والله تعبت. بيبدل جول كيبر، بيبدل جول كيبر يا عيال. عطاه اصفر يطلع برا دقيقتين.
رب. يلا يا محمد بالدم، يا محمد بالدم، بالدم يا محمد بالدم. روح بسم الله. الله يلعن ام الغبله. الحمد لله الحمد لله. لازم نسجل، اذا ما سجلنا نضيع. اللهم اكتب الخير يا رب. خيرا مما اختار الله. والله ما قصرت الحمد لله، والله ما قصرت، والله ما قصرت، والله ما قصروا. باقي عندنا مباراة يا شت، غالبا مباراتنا بعد بكرة. اخواني اسأل الله العلي العظيم انه يسعدكم، اعذروني يا جماعة، باقي عندنا آخر مباراة. حاولت والله حاولت، ثقتي بالله كبيرة وراضي باللي بيكتبه لي ربي. يوم الأحد، أي بمعنى في الوقت اللي ينزل لكم فيه المقطع الساعة 9 الليل، الكل يكون محضر. هذه أهم مباراة، هذه المباراة النهائية. نخسر نودع نفوز نتأهل، نخسر نطلع نفوز ونروح للي بعده. عموما الآن أبغى أريح شوي وشوف ايش يصير معانا. كنا افضل في المباراة، لعبنا احسن، ضيعنا فرص كثيرة، صحيح انها صارت في اغلاط، ولكن حماسكم وتفاعلكم ودعمكم والله ما تعرفون قديش فرق معانا. دعمتونا في كل مكان، وهذه كلمة الحق تنقال. واعلموا يقين ان احنا مستحيل نرضى بغير الفوز. بعد ما انتهت المباراة وكل واحد راح لمكانه، اللاعبين راحوا يريحون، صار في اجتماع خاص بين الادارة. وطبعا زي ما انتم عارفين قبل اي شيء، احنا ما طلعنا من البطولة وباقي عندنا فرص أخيرة ومباراة أخيرة وهي المصيرية مع فريق ظاهر لكم صورته أمامكم، يا إحنا يا هم في البطولة. والمباراة بتكون يوم الأحد الساعة 10، والساعة 9 راح نبدأ بثنا. في أفريقيا تأهلت ربي وفقها، وفي أفريقيا طلعت برا البطولة الله يستر عليها، ولكن باقي عندنا فرصة. وعموما خلوني أدخلكم بالتفاصيل. قررنا نسوي اجتماع مع اللاعبين. الاجتماع هدفه نحسسهم بالمسؤولية ونبين لهم إن وقت الجد جد، زي إذا ما فزت تتكافى وزي إذا ما خسرت تتعاتب. فبعد انتهاء المباراة بثلاث ساعات صار هذا الاجتماع. مرة واحدة. طيب العقل وش يقول مفروض؟ أنا عقلي الحين عندي عقل، الله عطاني عقل. ونجحت الخطة. الطريقة هذه. طيب ليش معيدها؟ وندرسون. أنت ترفع يدك ولا هين. فرحان قاعد في الطرف. هوبا قاعد في الطرف الثاني. طيب أنت إحنا تكلمنا فيها أمس. صح ولا أنا غلطان؟ رفع يد اليمين. ما جو. نزل يد العباس. ليش؟ نو. فالا. If I am in the field and I make like that, and they go, I give the golero. فالا. Hey. Come. Stay. Do the tactic. You understand what I mean? Elton, you. You are the captain. You are the most one. Have the experience. How many times we told you from outside you was with us? Keep the ball. You have you are the biggest. You are the more experienced. You have to guide them. And you have to be, you are the captain. You have to take what you take. And what we give it to you, you have to do it for the guys. Bruno, you do many things. Wow. Exactly. Same. You do many لأنك زعلك من أي لاعب يسيطر على لعبك. You are last game and this game you was in very very good moment. You have to keep your feeling. يعني إحنا صراحة إحنا نتكلم أحمد الحين الهدف اللي جابه أحمد البنتي. طبعا كلنا نعرف إن أحمد ما يعرف يلعب كورة عادي، وهو نفسه كان يقوله بالضبط. أخذ المسؤولية وقال بشوت ونزل. كم كانت النتيجة؟ 2-1. وضيعوا بلنتي. سجل أحمد. اللي 90% من اللي قاعدين هنا كان يقول ربي ضيعها. ربك أعطاك فرصة يقول لك روح تعال خذ المباراة. أجيب لك المباراة أنا فوز. ولا الهوى هو باليوم تزلج بودك في بلاء. صدق والله اتكلم جد والله. كم كرة انت راح تجي؟ طيب بسبب ذل البود ذا كم راحت عليك كرة؟ لو انك ثابت تجي كرة
هذه نفس اللي في الملعب الزرع الفضل ما يلعب بالكدفس بالحديد فهمتني؟ فرحان أكثر واحد أنت بسم الله عليك مجهود تركه بس النسبة اللي استفاد منها الفريق 35-40 ليش؟ لأنك تنسى انضباطك التكتيكي فأنت لما تقطع كرة تتذكر أن أنت مفروض أنك هناك فتروح تفتح خطوة اللي هي مفروض أن الخطوة هذه حقتك كم كرة جاتك مفروض أنها مرتدة أنت بس تعب خلاك صح؟ لو أنتم ما عندكم شيء ترى أقسم بالله ولا أفتح لساني وأطقع ما أشوف أنتم بس ليش؟ أنتم تملكون إمكانيات نفسكم أنتم عندنا محترفين برازيليين جونا في الدوري ويلعبوا في أنتم أفضل بس نبغاها إحنا في خروج مغلوب عندنا تعويض الحين بس بعد هذه ما عندنا تعويض أنا قلت اللي عندي أحمد سوري يا شرف عندكم شيء تعرفونه؟ أنا عندي أنا اللي مزعلني إنه مستوانا أفضل حتى من المباراة الأولى اللي هزنا فيها ولكن صارت فيه أغلاط من كذا شخص ذكرها الأستاذ ياسر وكابتن ياسر ما يحتاج إني أعيدها وأدخل في تفاصيلها بس أنا عندي سؤال أنا أفكر فيه من أول ما انتهت المباراة وأنا أفكر في السؤال هذا هل السبب اللي خلى المجريات تصير كذا ان البونس دبل هل انا غلطت اني سويت البونس دبل يعني المفروض اني ما اسوي اخليه على نفس ما هي عليه ويهب يوقف فريقي يعني حبي ولا خطا انا هذا اللي عندي ما عاد بزيد انا اشوف الحين انتم احنا بنطلع من السويت انتم تقعدون لحالكم بينكم بين بعض تصرحون بعض اقول ابو سعيد افكار كل واحد على الاقل لما يروح غرفته ينام يكون عنده جواب على ليش بس اللي بيكون عنده جواب انه انا ما خطيت انه فلان او فلان وحطه على الثانيين ترى هذا مو بانه ما راح يفلح معانا ما حيفلح في حياته بس لان التخلي عن المسؤوليه هذا جبن وضعف ما يخليك تعيش حياتك صارع وتقابل الصعوبات في حياتك لما تكون حق يعني تتكلم بشكل حقيقي مع نفسك احنا بنطلع يلا يا شباب تطلعوا وانتم كذا بحالكم اذا خلصتوا علمونا بعد ما خلصنا اللاعبين وخليناهم جالسين مع نفسهم طلعنا احنا واتفقنا بما هو آتي وهذا هو اللي بيصير اليوم بعد الشد والاسلوب الشرس اللي كان امس اليوم راح يكون العكس راح ناخذ اللاعبين بعد التمرين ونجمعهم جميعا ونقلب الشيء اللي صار امس من عتاب الى رفع معنويات وبتشوفون كيف بيصير هذا الشيء بحيث انهم يتحمسون ويعرفون ان المسؤولية عليهم كبيرة ولا نرضى بغير الفوز لان المباراة بكل بساطة اذا خسرنا قلنا السلام عليكم ورجعنا لمملكتنا مالكم بالطويلة بنشوف بعد شوي ايش عندنا ولكن قبلها خلونا نروح نجسمنا احنا الان في الجزء الخلفي من الفندق المدرب قرر انه يجمع اللاعبين هنا كلهم من بداية اليوم ويبدون يشتغلون يحاولون يتفهمون يشرح لهم بعض القوانين بعض الخطط اللي غلطوا فيها ما الى اخره التمرين اللي قاعدين يتمرنون الان الشباب بعد المباراه دائما التمارين تكون استشفائيه وترفيهيه اكثر وهذه المدربين والاخصائيين يعرفون ليش دائما بعد الجهد العالي لازم تهدي الرتم شوي ما ينفع تصرخهم فعشان كذا جايبهم هو في المكان وقريب من غرفهم وقريب من السكن الان لهم 45 دقيقه هنا جالسين ولكن في حاجه نبغى نتاكد منها مع ابو صبري الان بخصوص الاصابه اللي شفتوها امس اندرسون انقلوه بالحمالة لإسعاف فنبغى نتأكد مع أبو صبري الآن إيش وضعه أمس شفنا إصابة أندرسون نبغى نطمن إيش السالفة أنا ما أشوفه بالتمرين والله إن شاء إصابته راح مع المستشفى الحين هو بالحين مستشفى الظاهر في احتمال تمزق لا تكفى دكتور إيش اللي جاه وإيش تعرف إيش اللي جاه عنده ضربة في الكدمة في الجهة اليمين في الورك إيه أوكي ونسبة إنه يغيب عن المباراة عالية على كلام الدكتور احتمال البطولة كاملة ما يكمل بس الحين بعد الإشاعة إن شاء الله بعد الإشاعة وفاسورة لا فاسورة جاهز فاسورة جاهز بس يعني عندنا أندرسون طبعا أندرسون يقول بلعب لو برجل واحدة يا الله بس قلنا لا لازم يشيك يا أخي تكفى مهم مرة جدا متى بيبان معنا الليلة الليلة بيطلع العلم إن شاء الله بيلحق معنا طيب في العشاء أكيد إن شاء الله والله يا جماعة خبر والله العظيم إنه يزعل والله اللاعبين كلهم يقولون لو تتكسر رجولنا بنلعب يعني كلهم يبون أندرسون يا أخوان يوم جتها الإصابة طلع يبكي
طلع مغطي وجهه زعلان. اللي صار بلجيت للأسف كانت في آخر الدقائق، شات شوتة خطيرة ومبرشوا عليه لاعبين، وبعدها على طول ما قدر يكمل وتوقفت المباراة. وطلعت لكم بتوقع اللقطات. المشكلة يا جماعة أنا لاعب زي أندرسون نحتاجه ليه؟ لأنه شايل الدفاع شيل، مدافع ونجم وما قصر. فسورة الحمد لله كانت عنده ضربة في رجله، بطلع لكم صورة الأشعة اللي سويناها له. والدكتور ممدوح كلكم تدرون إنه هو أخصائي عظام، يعني هذه شغلته. تنقول يا رب العباد إن أموره تحسنت اليوم، وبناخذ العلم إن شاء الله الليلة وببلغكم ايش يصير بالضبط باذن الله. طيب يا جماعه وانا قاعد امشي حصلت الرجال المسؤول عن الليله. بالضبط احنا خلصنا الليله. وش سويت باذن الله؟ اليوم بيكون جدول ترفيهي، حيكون فيه عشاء يجمع اللعيبه مع الطاقم الفني والاداري والسوشيال ميديا. مطعم ستيكات يعني البروتين دق بروتين حبيبي. الميزانيه ستيك تحجز لي ليه يا احمد؟ 6 بي. طيب دام تعالوا انتم بعد، دام انتم جو ربي معكم في حاجه مهمه. انتم اقسم بالله يا عيال امس في المباراه انكم ما قصرتوا الرابطه. اي والله قلت لك احمد ازعل. مباراتنا الجايه يوم الاحد بالدم. ما ابغى بدي ابغاك تبكي في المدرجات ورب الكعبه. ابيك تصايح. اعرف شو صوتي والله فكر مو موجود. ابيك ابي صياح. انا اعلمك شيء، ركزوا معي. اعلمك سر، اللاعب اللي انصاب طلع من الملعب وهو يبكي ودي يلعب. شفناه ودي يلعب بسببهم. تكفون يا كيف سياح بالدم والله. بتشوف ضرب الكعب. ابغى اصواتنا كلها ما في صوت. اليوم المعنويات ترجع والنفسيه تكون افضل باذن الله. يلا توكلنا على الله. طيب يا جماعه الان وصلوا اللاعبين ومجهزين لهم مطعم فايف ستار، وهذول هم قدامكم بالباص. ابو عزوز رتب الطاوله، رتب الحجز بالكامل، اشرف عليه وناوي يجتمع بيهم اليوم ويتكلم معاهم ويوضح لهم كل شيء. طبعا هم ما كانوا يدرون، جاهم الخبر من مدرب. وعندي اخبار لكم اليوم، بنجلس مع الدكتور وبنسمع ايش صار في واندرسون لانه توه طالع من المستشفى وبيجي بعد شوي بناخذ ونسمع منه. تعرفون شعور الاب اذا ولده جه مرض ولا تعب؟ هذا شعوري. يا الله رب الكعبه يا جماعه انقلقت. دكتور اشرح لنا ايش صار مع واندرسون. طبعا واندرسون زي ما شفنا كلنا في المباراه تعرض للاصابه. صحيح. ما حد لمسه لحاله، حاول يشوت الكوره، بالتالي صار عنده حاجه كانه شات الهواء. اوكي. فشعر بالم شديد وسقط. ممتاز. شلنا اعطيناه مسكنات موضعيه، حاولنا ناخذ المستشفى ذاك الوقت. اشتكى من ألم شديد، تحسن الألم، فقررنا انه نرجع الفندق. اوكي. نفحصه في اليوم الثاني، وفحصناه في الليل. حلو. ألمه ما تحسن كثير، بالتالي قررنا انه نروح نسوي له رنين، لأنه مع الفحص يظهر لي كأنه عنده تمزق في عضلات الحوض الأمامية. الله يستر. طبعا أتمنى انه ما يكون في تمزق في العضلات. حلو. الأمامية. حلو. رحنا المستشفى، حاولنا نسوي رنين، طبعا انتظار طويل. نظام سيستم مختلف، سيستم صحي تماما مختلف عن السيستم. متعب جدا داري، جربناه مع فارس بشكل 100% فظيع. طيب ايش اللي بيصير معها الان؟ فالان بعد فحص دقيق وسوينا له اشعات بسيطه، اشعه صوتيه، اشعه، ان شاء الله ما في تمزق. كدمه شديده في عضلات الحوض الاماميه. أوكي. يحتاج علاج طبيعي مكثف. أوكي. طبعا المباراه قريبه، هذه المشكله. هي المباراه يعني يوم الاحد، احنا يوم سبت يعني. طيب انا شفت اليوم اموره طيبه ويضحك. اموره طيبه ويضحك، لكن لو انتبهت في عجله بسيطه يا ولد. طبعا اللي بنحاول فيه اليوم، بنجلس جلسه دحين بعد شوي، بعد ساعه تقريبا جلسه علاج طبيعي مكثف. بكره الصباح بنعيد جلسه ثانيه، بنشوف وقت التمرين، حننزل نشوف. أوكي. وقت التمرين حنبدا نعطيه تمارين بسيطه. بالله اني متوتر. لا لا باذن طيب الله. كم نسبه انه ممكن يلعب؟ اخ ما ودي اقول لك. تقريب في امل، في امل انه يلعب 40%. يعني يا الله المباراه قريبه، لكن يسووها الرجال ويفوزوا باذن يلعب المباراه اللي بعدها ان شاء الله انه يمديه الحق. أيه باذن الله يا اخوان. واندرسون مره مهم يعني. الله والله مره. طيب فسورة اموره طيبه؟ لا فسورة اموره طيبه. اوكي. فسورة خشونه، كان عنده خشونه من زمان. اوكي. في مفصل القدم. اوكي. مجرد انه جاته ضربه فتحرك كانه صار حركه بسيطه فصار التهاب. اوكي. في الاوتار اللي حوله. اوكي. مسكنات وعلاج طبيعي وهذا، اموره طيبه. الله يعطيك. الله يطمنك عليهم. طبعا ما يحتاج. والله ما قصرت. الله نشكرك من اليوم يا جماعه. واقف داري وراهم واحد واحد. لا لا والله ما قصرت. واجب يا حبيبي. الان اللي بيصير كالاتي يا جماعه الخير، بجلس مع ياسر بعطيه العلم، ما ادري ايش التوجيه اللي بيشوفه مناسب. انا متاكد لو نروح واندرسون ونقول له العب بيلعب لو على رجل وحده. هم مجانين من الاخر، بايعينها يا جماعه، لكن انا ما ابغى الشيء هذا يصير، لا مصلحه له ولا مصلحه حتى لنا. بيكون ثقيل الوضع، صعب مره. فخلونا نشوف ايش يصير معانا اخواني. في اللحظات هذه وصلني
الخبر الأكيد، صارت المباراة يوم الأحد الساعة 10 بتوقيتكم، 9 أنا ببدأ البث. هذا شيء حبيت أعطيكم إياه الآن، لأن في كلام مهم الآن بينقال من أبو عزوز. أبو عزوز، أنت سويت طبخة بعد المباراة الثانية هذه اللي صارت، ورتبت شيء، طلعت شخصية جديدة للاعبين، شخصية أنا يا أحمد جازت لي، لازم واحد يطلع إذن شخصية. ثم انقلبتها فجأة كذا، عزمتهم اليوم وكلام كويس، شو السالفة؟ وش الهدف؟ لا شوف، هي هذه طبيعية في 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 عالم كرة القدم، يعني بالنسبة لك خصوصا بعد الخسارة اللي تجي يعني بطريقة يعني تزعل. اوكي. لا هو الموضوع اني انا واجهتهم بالاخطاء، واجهتهم باخطائهم، واجهتهم انهم النرفزة اللي كانت طالعة، بعض الامور اللي خالفوا فيها طريقة اللعب بالنسبة للمدرب، لانهم هم اللي كانوا الافضل، هم يملكون امكانيات افضل. لكن انا اشهد سبحان الله، يعني احيانا الامور ما تجي على ما تشتهي. هم طبعا لانه اول مره يشوفون رده فعل زي كذا مننا. إيه؟ فانا اللي سويته بعدين، احنا اليوم عزمناهم إيه؟ على عشاء علشان يعرفون الموضوع ترى ما هو بانه احنا قاعدين، مو بشخصي اي، ولا هو شخص انا، ولا احنا نخاصمكم، ولا احنا نقلل من قيمتكم. لا، هو الموضوع انتم اخطيتوا، احنا بينا لكم الخطا، خلاص انتهت المباراه، نركز الحين كيف احنا نرجع نعوض في المباراه الجايه. وهذه في كواليس كرة القدم دائما يعني تصير. هي عندك خيارين، يعني تكون عقابك صارب ويعني تمنعهم الخروج من الفندق مثلا، وتخصم عليهم في المكافأة. كانت تجيكم كذا عقابات؟ طبعا، في اسلوب كذا، وفي الاسلوب الثاني اللي هو سويناها احنا. اوكي. فبعد المشورة احنا رجحنا الاسلوب هذا يعني. اوكي، ان شاء الله انه ينفع. طيب جاك علم ويندرسون؟ والله مشكلة. طيب ايش الوضع الان؟ مشكلة، ويندرسون يعني لاعب مهم صراحة، ويبي يلعب ابو عزوز، يقول بلعب. لا انا اشوف ان القرار عند الدكتور، لان اللاعب، شوف اللاعب باي حال من الاحوال يقول لك انا ابغى العب، لكن في النهايه ما يؤثر على حساب الفريق، لانه هو ممكن يلعب بس في حالته الطبيه ما تسمح له فرضا انه يتدخل تدخل عشان يقطع الكوره وينفرد المهاجم عليه. صح، وهو صح. مدافع ممكن، هو بنيه طيبه يبغى يخدم. اي طبعا، ولكن بسبب الاصابه الجبعيه اللي عنده. بس ان شاء الله نشوف يا رب. المباراه هذه بتكون المباراه النهائيه المصيريه، في اللحظات هذه وصل باص اللاعبين، وبعدها بيركبون بيروحون يريحون، لنا بكرة يوم شاق، بيكون فيه تعديل أخطاء، ترتيب، تدريب، كل الأشياء اللي صارت من أغلاط أنا حرصت برضو اليوم على الطاولة، وحنا نتعشى مع أبو صبري وأبو عزوز نحن نعدلها. تعرفون يا جماعة أن أنتم الدعم الأول لنا، وزي ما قلت لكم أن يوم الأحد الساعة 10 هي النهائية، انفزنا بتأهل الأدوار دور 16 إن شاء الله. 16 بإذن الله، وبتكون عبارة عن مجموعات سحق. إذا وصلنا 16 اعلبون هذه هي الزبدة، لأن ثلاث مباريات بتفصلنا بعدها عن الكأس. قطعنا مشوار كبير، دعمكم من البداية يشهد الله ما قصرتوا، خليتونا حديث العالم كامل. وأعلم ويقين أن يوم الأحد الساعة 10، أنا أعلم أن عندكم اختبارات والوقت ممكن على البعض متأخر، ولكن هي 40 دقيقة نحتاج فيها كل شخص معانا. طلب أخير يا جماعة الخير، الرابط اللي تحت وأثناء ما أنا أتكلم تنزل على الوصف، تلقى أول رابط بالوصف مكتوب فيه كيك، تضغط على رابط الكيك اللي ظهر أمامك زي المقطع، سواء من الجوال أو من البي سي، راح ينفتح معاك موقع كيك. بعد ما تحمل التطبيق بكل بساطة سو ساين أب، أو سجل عن طريق جوجل بإيميلك والباسورد، وصلى الله على محمد، أنت كده خلصت. وعشان تتابع قناتي اكتب في البحث SXB ثلاثة حروف، إذا كتبتها في البحث راح تطلع لك قناتي، اضغط على علامة الفولو، وأول ما نبدأ البث بيجيك الإشعار. فأعلم يقين 9 راح نبدأ البث، 10 نحتاجكم جميعا، انفزنا تأهلنا، لا تنسونا من دعائكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، شكرا لكم ما عمركم قصرتوا. نراكم اليوم في البث المباشر في الوقت اللي تشوف فيه المقطع، هو يومنا هو يوم الموعود. فمان الله، ودعناكم الله، السلام عليكم.